عبد الحميد الحلواني. والله احنا حلوانية ابا عن جدا، وبنبيع باسعار حنينة رأفة على الزبون، واحنا هنا بنبيع في منطقتنا بالاسعار ديت لان احنا مولودين هنا مواليد المنطقة، وبنحب نريح اهل حتتنا بالاسعار الكويسة. والله انا ببيع الكحك ب 24 جنيه لان انا بصنعه بايدي، تكلفته بتبقى العمالة عليه قليلة، وبصنع بايدي وبرضه بما قسم لي بيه الله ان مكسب يبقى قليل وابسط اهل حتتي. بالنسبة للبسكويت ببيعه ب 28 جنيه برضه، أرخص من بره كتير وأنضف وجودة نظيفة وحاجة ممتازة يعني. البتيفور ب 58 جنيه بالشوكولاتة. في قرايش بالزبدة الفرن، وفي غريبة، وفي ملبن بالعجوة، وفي ملبن بال في كحك بالعجوة، وفي كحك بالملبن، وكلها أسعار كويسة يعني. والله هو الإقبال قل طبعاً، الظروف مش كويسة مع الناس زي الأول يعني، كان يقول لي هات 3 كيلو بقى يقول هات كيلو، والإقبال قل، مش هقول لك الإقبال زي الأول. والله هي الأسعار قريبة من السنة اللي فاتت، مفيش غلاء زي يعني، نفس أسعار السنة اللي فاتت، ترتفع حاجات بسيطة بس. في زبون بيقول لي وريني، وبيعرف ريحة الكحكاية، وبيعرف النعومة بتاعتها، وبيعرف جودتها قبل ما يأكلها.